يعتبر الدافع المادي من أكثر وأقوى الأسباب التي تجعل المرأة تتجه إلى العمل. فاليوم نعيش واقعاً صعباً، بات الدخل الواحد للزوج لا يكفي فيه لقضاء التزامات الأسرة حتى الأساسية منها، فتضطر الزوجة للعمل لتساعد الزوج على المصاريف اليومية المطلوبة منهما، وربما تقف أسباب أخرى وراء عمل المرأة كتحقيق الطموح وتطوير الذات أو السعي لقضاء الوقت بعيداً عن روتين الأعمال المنزلية وما إلى ذلك من أسباب. لكن الواقع يثبت أن السبب الأول هو الأقوى لدى غالبية النساء العاملات. وبهذا الصدد قامت العديد من الدراسات بالبحث عن مدى تأثر العلاقة الزوجية بعمل المرأة، ففي حين يرى المعظم أن المرأة العاملة هي أكثر إنهاكاً ومسؤوليات عن المرأة غير العاملة، إلا أن الدراسات أثبتت غير ذلك. فيعتقد بعض الرجال أن عمل المرأة وانشغالها بأهدافها وحياتها العملية هي من الوسائل والأسباب التي تساعد على الانفصال وفشل العلاقة الزوجية في أسرع وقت، خاصة إن كانت المرأة ناجحة في عملها. لكن هذه الأفكار قد تكون غير صحيحة، حيث أثبتت دراسة أمريكية نشرت في مجلة علم النفس أن المرأة العاملة تكون أكثر سعادة مع زوجها حتى وإن كان أعباء العمل ثقيلة مقارنة بالنساء غير العاملات. هذه الدراسة التي خالفت كل نتائج الدراسات السابقة لها، والتي أثبتت أن الوقت الذي تقضيه المرأة في العمل يؤثر على سعادتها الزوجية.